بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. الله أكبر، مثل بضعة أحمد تسقى كؤوس الذل والأوصاب. الله أكبر، الله أكبر، مثل بضعة أحمد تسقى كؤوس الذل والأوصاب. لم أنسغا تشكو إليه شجونها لأبيها، لم أنسغا تشكو إليه شجونها. يا وأمض شكوى المارع للأحباب، وأمض شكوى المارء للأحباب، وأمض شكوى المارء للأحباب. كسروا ضلوعي، كسروا ضلوعي، ينبتوا المسمار في صدري، وشقوا بعد ذاك كتابي. ايش قالت له؟ كسروا ضلوعي، كسروا ضلوعي، أنبتوا المسمار في صدري، وشقوا بعد ذاك كتابي. من مسحف بالنوح قلب المرتضى، من مسعف بالنوح قلب المرتضى، مذ جرد الزهراء عن الأثواب، مذ جرد الزهراء عن الأثواب، مذ جرد الزهراء عن الأثواب. ماذا رأى في جنبها؟ شنو شاف؟ ماذا رأى في جنبها؟ فنحيبه بتتابع، والدمع في تسكابي. ألفى على المصباح، بعض ضلوعها مكسورة، ألفى على المصباح، بعض ضلوعها مكسورة، من عصرها بالباب، والله من عصرها بالباب. يا ليته ألفى حسينا عاريا، يا ليته ألفى حسينا عاريا، داست قراه صوافن النصاب. قراه ضلوعه، والله صوافن النصاب، وعلى القنا يتلو الكتاب كريمه، ويصون نسوته على الأقتاب. نياب، وعلى القنا يتلو الكتاب كريمه، ويصون نسوته على الأقتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. مباشرة إلى صلب البحث، بس قبل لا أبدي بالبحث أحتاج ساعة أمامي، ساعة أحتاج أمامي حتى أشوف وقتي. صلوا على محمد وآل محمد.
البارحة قلنا أن الزهراء سلام الله عليها، قلنا البحث حيوي مهم. الزهراء عليها السلام ألزمت أعداءها في خطبتها بخمس قواعد عبرنا عنها أنها ترسانية، جحفلية، بركانية، انفجارية. خمس قواعد لليوم ما قدروا يخلصون منها. نحن الآن في القاعدة الأولى، وهي قاعدة الإرث الذي طالبت به الصديقة الكبرى عليه السلام. وقلنا أن الإرث الذي طالبت به الزهراء على مستويين: الإرث الاصطفائي اللي هو إرث الخصائص والمقامات والمنازل والمكارم، والإرث شنو؟ الفقهي. الغير أراد أن يتخلص من مطالبتها بالإرث الفقهي فقال الأنبياء لا يورثون. قلنا له خوشنو إرث الزهراء؟ قال اصطفائي. قلنا له تقبل بلوازم ذلك الإرث الاصطفائي؟ إذا تقبل بلوازم ذلك معناه الولاية للزهراء ووجوب الطاعة للزهراء ومقامات النبي كلها إلمن تصير للزهراء، تقبل بذلك؟ هو ما قبل بالفقه يقبل بالاصطفائي، تقبل بذلك؟ إخوان القضية كبيرة اللي قاعد أقولها، شوفوني الله يحفظكم، ويا ما أدري شوفوني. الحسين عليه السلام ماذا قال عن علي الأكبر؟ مع أن علي الأكبر مقامه أقل من مقام شنو؟ من مقام الزهراء، صحيح ولا؟ الزهراء من الأربعة عشر، أما علي الأكبر مو من الأربعة عشر، صحيح؟ يعني الزهراء من الطبقة الأولى من آل البيت، أما علي الأكبر من الطبقة الثانية. هذا اللي بينته إذا تابعتوه على الفضائيات بحث القاسم، أنه أهل البيت، أكو أهل البيت، أكو من أهل البيت، أكو منا أهل البيت. أهل البيت الطبقة الأولى، من أهل البيت الطبقة الثانية، منا أهل البيت مو بالضرورة يكون من بني هاشم كسلمان، ما أدري وياي. علي الأكبر من أهل البيت، أما الزهراء أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهي من الطبقة الأولى. الحسين ماذا قال عن علي الأكبر؟ قال برز إلى القوم غلام أشبه الخلق بمن؟ برسول الله. بشنو؟ خلقا خلقا منطقا. يعني علي الأكبر وارث النبي اصطفائيا يوم ما وارث، شو تشوفون؟ وارث. زين الزهراء شلون؟ هاي الطبقة الثانية. الطبقة الأولى شلون؟ فكروا بيتوا الزهراء بنت شلون؟ عائشة كانت تقول، عائشة تقول ما شفت امرأة، عائشة بكتبهم وكتبنا، تقول ما شفت امرأة في الوجود أشبه برسول الله من فاطمة، ما شفت. حتى الزهراء لما كانت تجي تمشي سلام الله عليها، عائشة تقول سبحان الله انظروا إليها مشيتها مشيت رسول الله، حتى مشيتها مشيت أبوها. تدرون النبي مشيته كانت خاصة ما تشبه مشيتنا. النبي كان من يخلي رجله اليمنى جسمه كله يكون مع رجله اليمنى، ومن يمشي على رجله اليسرى جسمهم كله يكون على رجله اليسرى. الزهراء كانت تمشي هاي المشية حتى بمشيتها. عائشة كانت تقول شوفوا هاي عجيبة فاطمة، حتى مشيتها مشيت أبوها، لسانها لسان أبوها، وجهها وجه أبوها، كل شيء بيها أبوها. هاي وراثة شنو؟ اصطفائية. هاي وراثة الخلق والخلق والمنطق والمقامات والمنازل والخصائص. القرآن إيش أعطى النبي خصائص؟ القرآن إيش أعطى النبي خصائص؟ فاطمة عليها السلام شنو؟ ورثتها اصطفائية. ولهذا بضعة مني فهموها، هذا وجه من وجوه بضعة مني، هذا وجه من وجوه بضعة مني. هاي نعيدة، هاي نعيدة، هاي نعيدة، بس ما ندرك معناه. هذا وجه من وجوه بضعة مني، باعتبار هي ورثت كل ملكات رسول الله صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة، كل مقامات النبي ورثتها باستثناء النبوة. بتعبير آخر، يا علي أنت مني بمنزلة شنو؟ هارون من موسى، إلا أنه
لا طلع النبوة البقية كلهن موجودات، فاطمة كذلك طلع النبوة البقية كلهن شنو؟ أنت روح ابحث القرآن إيش أنطل النبي الطيل الزهراء وراثة اصطفائية. أنتم يا غير أتباع آل البيت قلتم وراثة الزهراء من أبيها اصطفائية، تقبلون بهذا المعنى؟ إذا تقبلون بهذا المعنى فواويلاه اتبعتم غيرها وتركتموها، وفي بخاريكم ماتت وهي غاضبة على فلان، واويلاه 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 إذا تقبلون بهالشي هذا. إخواني أقولكم قضية، هسه هذه أنا ما محضر لها ولهذا ما جايب دقائقها آياتها، بس جت ببالي هسه ما قايلها على المنبر لأول مرة. أكو عندنا هذا الغضب الإنساني اللي إحنا نشترك به، وأكثر الغضب يكون مو لله يكون شيطاني، هذا غضبنا لأمورنا الشخصية لأمورنا الحياتية، نغضب أقل شيء نغضب صحيح ولا؟ أكثر غضبنا هم شنو؟ ها؟ مو لله، غضب لأمورنا المحسوسة الملموسة. أكو غضب أعلى من هذا الغضب وهو لله، غضب عقلي. ولهذا موسى لما غضب، موسى لما غضب لما رجع من ميقات ربه وشاف قومه يعبدون العجل، غضب أو لم يغضب؟ غضب بدليل ألقى الألواح، الألواح التوراة كسرها، شال التوراة ذهب القاع، يعني غضب يوم ما غضب. الدور جاء إلى أخيه، قام أخو نبي يجر من رأسه من لحيته يجر ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا ما مقصر شنو تجرني؟ راد يراوي البقية هذه. هسه هذا هم بحث ثالث كون أطرحه، هذا هم بحث ثالث كون أطرحه، أخاف أدخل بيهن ذني كلهن أنسى أصل المطلب. شوفوا أخواني، واحدة من الأمور اللي نكتشف من عدها درجة المقامات في القرآن ثقافة الأدبيات بين أهل السماء في القرآن، أدبيات أهل السماء في القرآن إحنا نفهم منها شنو درجة شنو مقاماتهم أدبياتهم. هاي مو أدبيات عادية، لا لا، كلها ناظرة إلى ما خلفها. خلي أضرب لك مثل، خلي أضرب لك مثل، صلوا على محمد وآل محمد. يعني أضرب لكم مثال، بقولي أرجوكم أرجوكم بقولي أضرب لكم مثال. الموسى لما يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك يعني يستأذن من الخضر اتباع الخضر، هذا الاستئذان يدل على الأدب الإلهي الذي يتمتع به موسى من جهة، ويدل على عظمة مقام الخضر من جهة أخرى، بحيث موسى يستأذنه ليتبعه. هذا أدب يوم مو أدب، هذا أدب يدل على درجة مقام موسى من جهة وعلى درجة مقام الخضر من جهة أخرى. الطريف الخضر شي جاوبه، قال فإن اتبعتني فلا إلى آخره، فإن ما قال اتبعني، الخيار لك يا موسى. فالخضر في المقابل تعامل مع موسى كما تعامل موسى مع الخضر، يعني أيضا حفظ مقام موسى باعتبار نبي رسول من أولي العزم، قال له فإن الخيار لك، فإن اتبعتني فلا إلى آخر الآية. هاي كلها تدل على شبكة مقامات بين موسى والخضر، هذا مو أدب وحسب، أدب يتبعه ما شنو ما يتبعه. ما أدري هذه بخلي أعطي قضية أوضح. موسى يقول عليه السلام، ما أدري الأحبة وياي، موسى يقول عليه السلام إن معي ربي، إن شنو يعني قدم نفسه على ربه، قال معي، معي أنا، معي ربي، فقدم شنو نفسه على ربي، هذا يدل على درجة مقام. هذا المقام تابع لمعرفة موسى بالله، إيش قد معرفته يتكلم ويتصرف على أساس معرفته بالله. تعال إلى رسول الله وبنفس المعية،
إن الله معنا. ما أدري أنتوا يا هذا يدل على شيء لو ما يدل على شيء بنظركم؟ هاي الأدبيات، يعني الله نقل عن موسى ونقل على لسان النبي. موسى قال معي يا ربي، رسول الله قال إن الله معنا. موسى قدم نفسه على ربه، رسول الله قدم الله على نفسه. هذا يدل على شيء؟ تشوفون يدل شيء، يدل على شنو؟ ها، معرفة النبي أعظم من معرفة موسى، ولهذا حتى أدبيات رسول الله بكلامه أعظم من شنو؟ دخل أجيب لك مثال آخر. مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إني أعوذ، قدمت نفسها يا ولا. هذا يدل على درجة من درجات المعرفة، ولهذا صدر منها ما صدر عليه السلام. صحيح، بس هو ضمن ما أعلى منه يكون شنو؟ أقل. القالة مريم عظيم، بس بالنسبة للأعظم يكون شنو؟ أقل. يعني القضية نسبية. إني أعوذ بالرحمن منك. تعال اليوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن. ما يعني مريم استعاذت، يوسف استعاذ، يوسف استعاذ بربه، مريم قالت شنو؟ إني، ذاك قال معاذ إنه ربي أحسن. هسه تقول لي يعني درجة يوسف مثل درجة النبي باعتبار يوسف لاذ بربه ورسول الله قال إن الله معنا؟ لا، هم أكو فرق. شنو الفرق؟ يوسف استعاذ بربه، رسول الله استعاذ بالله، واحد. بس الرب من صفات الفعل، أما الله اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله استخدم لفظ الجلالة الجامع لصفات الجمال والكمال، يعني لصفات الذات والفعل. فيا هو الأعظم. هذه دقائق. موسى استعاذ بصفات الفعل، رسول الله قال إن الله، ما قال ربي، قال إن الله. لفظ الجلالة هو الاسم الجامع لصفات الكمال الذاتية، الجمال الفعلية. فاستعادة النبي بالله صلى الله عليه وآله أعظم من استعادة موسى بالرب، وهي هم تدل على درجة مقام خاصة. إذن ما أدري هاي أدبيات وحسب، وخلفها ما خلفها شو تشوفون؟ ها؟ خلفها ما خلفها. الإمام المهدي سلام الله عليه يقول بإجماع المسلمين شيعة وسنة، يقول للعيسى تقدم صلي بنا. صحيح؟ عيسى شو يقول له؟ يقول له الصلاة بك شنو؟ أتم، ويصلي خلف الإمام. هاي تعارفات بنظركم؟ يدل على درجة مقامات. هذا الأدب، الأدب المتبادل بين الخضر وموسى. الآن جبنا بعض النماذج القرآنية، الآن بين عيسى والمهدي. تشوفوني هاي تدل على مجاملات بحتة، مثل أنا وياك من أقول لك تفضل وأنت تقول لي تفضل من دون النظر لأمور أساسية أخرى. يهنا القضية ناظرة إلى درجة مقامات أخطر وأكبر وأدهى وأعظم وأثقل. شنو؟ عيسى يقول للإمام الصلاة بك أتم، فيصلي خلف الإمام. إذن القضية طوعوني مو قضية تعارفات ولا مجاملات، قضية أدب إلهي يدل على شنو؟ على شبكة مقامات، يدل على شبكة مقامات يا إخوة. قضية مو سهلة. أنت بعد هنا أعرف النبي صلى الله عليه وآله لما يقبل فاطمة بجبهتها بين عينيها، يقبلها ما أعرف بيدها، يجلسها في مكانه ويجلس أمامها. أعرف هاي قضية، قضية تعارفات أبو بنت، وأكو قضية أخرى النبي يريد يبينها. ها؟ عائشة لما تقول للنبي هسا أنت ذنيت كل سويت قبلناهن، دخلت عليها شافته، شافت النبي صلى الله عليه وسلم يشم نحرها، قالت له اذا سويت قبلنا تشم نحرها الدور شنو؟ هاي مجاملات وحاسب، وخلفها ما خلفها.
ضمن ثقافة أهل السماء، أدب أهل السماء، هاي تعارفات وحاسب يناظر إلى أمور أخرى. أعطيكم مثال آخر. الملائكة شوفوني، باعوني باعوني. أنت الآن من الزور أي إمام من الأئمة، أول واحد تسلم عليه منه؟ النبي، السلام عليك يا رسول الله. زين شنو شنو يعني رسول الله؟ أنا جاي أزور علي بن أبي طالب، شنو أول شيء أسلم على النبي؟ أنا جاي أزور الحسين، شنو أول شيء أسلم على النبي؟ إيش معنى؟ أخواني أبدي مباشرة بالحسين، إيش معنى أسلم على النبي؟ هذه أدبيات إلهية خاصة. شوفوا أخواني باعوا لي، الملائكة لما نزلوا يردوني، يعني لما إجوا إلى، لما نزلوا يردوني يخبرون نبيين بنزول العذاب على قوم لوط. أول نبي منو قال له إذا راح ننزل العذاب على قوم لوط؟ أول شيء وصاحب الشأن منو راح ينزل العذاب على قومه؟ لوط. فالمفروض الملائكة أول واحد تخبر بنزول العذاب منو؟ لوط صاحب الشأن. الملائكة ما راحوا لوط، المن راحوا؟ الإبراهيم. زين إبراهيم شو اللي ربط؟ شو بدوا هاي تعارفات عادية لو أكو وراها ما وراها؟ شو تشوفون؟ هاي مو تعارفات هاي من خلالها نكتشف شبكة مقامات ودرجات وأمور خطيرة. ما أجوا اللوط قالوا له، راحوا الإبراهيم قالوا له راح ننزل العذاب القوم لوط على قوم لوط، بعدين راحوا قالوا اللوط من بعد ما بينوا الأمر لمن؟ لإبراهيم، لأن إبراهيم أفضل من شنو؟ أفضل من لوط، فبدأوا بالأفضل. بدأوا بمن؟ بعد من هنا هسه تعرفون أنه الإمام الصادق لما يسأل عن مسألة من المسائل يقول هاي موجودة في مصحف أمي فاطمة. لما يرجع بعلمه للزهراء هذا تعارف يسوي الزهراء، يواكو قضية أخرى. قضية أخرى شنو هي القضية الأخرى؟ أفضلية فاطمة على جعفر الصادق. فاطمة صارت مصدر من مصادر علوم الصادق لأنها أفضل من الصادق. هاي مو تعارفات ولا مجاملات، وإنما تشير إلى حقيقة خطيرة من الحقائق. شنو العباس ما يقدم قدم على أخيه الحسين؟ إيش معنى؟ شنو ما يقول للحسين أخي كل سيدي يا ابن رسول الله؟ شنو؟ هاي تعارفات مثلا؟ لأنه أخوه كبير مثلا؟ فقط يعني؟ القضية أكبر، إمامة أكبر. زين بالمقابل، مو احنا قلنا شوف ادب موسى مع الخضر، الخضر مع موسى. بالمقابل شنو الحسين يقول للعباس؟ اركب بنفسي انت. شنو الامام قاعد يجامل اخوه الاصغر منه مثلا لو يريد يبين مقام لقمر العشيره سلام الله عليه، لما يقول له اركب بنفسي انت، افديك بنفسي. شلون النبي قال بفاطمه مع انه اعظم من فاطمه، فداها ابوها؟ هاي مجامله اب لابنته مثلا؟ يو هذا يأطر ويأسس لمقام للزهراء كما أسس الحسين لمقام لمن؟ لأبي الفضل عليه السلام. كما أسس الحسين لما برز علي الأكبر وانقتل علي الأكبر وجلس عنده الحسين قال هذا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهر، من أهل بيت. وقلنا فرقوا بين أهل البيت، من أهل البيت، منا أهل البيت، هاي ثلاث مقامات كل واحدة تشير إلى مقام. هذا كله مو بحثي، كل هذا مو بحثي ولا كلامي ولا محضر له ولا مفكر به اصلا. ما ادري شنو جابني الى واخذ من وقتي ربع ساعه واكثر، ما اعرف شنو جابني. ارجع الى قاعده الارث، الارث الاصطفائي والارث شنو؟ الفقهي. قلنا الزهراء عليها السلام لزمتهم بهذه القاعده الكبيره. هسه اخر شيء وصلت له البارحه حتى ادخل بعض الاعماق، اخر شيء وصلت له البارحه قلت أيها الإخوة شنو الدليل من القرآن على أن الإرث يكون فقهياً ويكون ماذا؟ اصطفائياً. قلنا القرآن بيّن ذلك، والزهراء هم استشهدت بكلا الإرثين سلام الله عليها. فقالت مثلاً عليها السلام، بسرعة بسرعة بسرعة، فقالت مثلاً عليها السلام
وأشهد أن أبي محمدًا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه. وهذا قلت لهم أبويا وجابت هاي الخصائص، لما أبويا وجابت هاي الخصائص يعني أنا شنو؟ وإلا هم يدرون هي بنته، ليش تقولهم أبويا؟ وأشهد أن أبي، ليش تقولهم أبي؟ خلو ندري بي أبوك، أكو واحد ما يدري فاطمة بنت محمد؟ وليش تجيب هاي الخصائص طب ما تقولهم محمد أبويا؟ تريد تقولهم هاي الخصائص كلها ورثناها من أبينا أنا وأولادي. والبارحة قلت لكم الدليل في زيارتها أحاديث خلقتها النورية، أحاديث خلقتها النورية. إخواني اليوم أنا مثل الحالف ما أبدأ بالموضوع ما شبيه، هسه أكون نتجت ببالي، يعني الزهراء شو تقول هنا؟ تقول اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة. الله مصطفي أبوي قبل لا تجون للدنيا أنتم، قبل لا تشوفون عالم الملك الله مصطفي أبوي، وتقولون هذا صار ويانا. إخواني كل الروايات اللي عرفت الزهراء الشيعية السنية قالت عن الزهراء حوراء، عيدوها، حوراء شنو؟ حوراء، حوراء تشير إلى عالم الملكوت، لو أنا مشتبه، حوراء حوراء تشير إلى عالم الملكوت، إنسية تشير إلى عالم الملك. ففاطمة كالقرآن حبل، واعتصموا بحبل الله، الحبل إلى كم طرف؟ طرفين. يظهر الزهراء لها طرف في شنو؟ النبي هم قال مخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم، بعدين قال حبل ممدود واعتصموا بحبل الله. قرآن عتر النبي قال حبل، الحبل إلى طرفين، طرف في عالم الملكوت، طرف في عالم الملك. الروايات الشيعية السنية قالت حوراء إنسية، حوراء عالم الملكوت، إنسية عالم الملك. تعال لرسول الله، خلي القرآن يعرفه في آخر سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما أدري تحسون أكو فرق بينه وبين حوراء إنسية أو ماكو فرق؟ ما أرد أختبر انتباهكم. حوراء إنسية يعني جنبتها الملكوتية سبقت جنبتها شنو؟ الملكية. التقديم للحوراء على الإنس. زين تعال للنبي لما يعرف القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم، شنو الفرق؟ شلون ماكو فرق؟ شلون ماكو فرق؟ أنا أقول لك شنو الفرق. الفرق فاطمة ابتدأ بجانبها الملكوتي وبعدين إجا للجانب الملكي. رسول الله لما عرف ابتدأ القرآن بجنبته الملكية بعدين صعد جنبته الملكوتية. ما أدري هسه قاعد أوصل الفكرة يوم أوصل. حوراء إنسية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زين ايش معنى الزهراء يبتدأ بجنبتها الملكوتية ليكون النزول للجنبة الملكية؟ رسول الله يبدأ القرآن بجنبته الملكية ليصعد به إلى الجنبة الملكوتية، ايش معنى؟ فكرتم بذلك؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى ملكوت، بشر مثلكم إنس ملك، شهادة ذاك غيب. الزهراء حوراء غيب ملكوت، إنسية ملك شهادة، ايش معنى؟ اختلف الأمر. ايش معنى تقدم العالم الملكوتي بالزهراء وتأخر برسول الله، وتقدم العالم الملكي برسول الله في القرآن وتأخر الملكوتي، ايش معنى؟ اخواني شفت عالم من علماء الشيعة تدرون ايش يقول؟ يقول هذا ناظر إلى مسألة دقيقة جدا. شنو؟ ما أدري أنتم من تزورون أهل البيت شو تقولون لهم بالزيارة؟ أشهد أنك كنت نورا شنو؟ في الأصلاب الشامخة والأرحام بعولي. هذا قانون يحكم كل البشر، أنت وأنت وأنت كلكم جيتوا من سلسلة أصلاب وشنو؟ وأرحام، وهاي ترجع لآدم، صح ولا؟ يظهر الزهراء عليها السلام ما مرت بهذا العالم مال الأصلاب ولا بهذا العالم مال الأرحام. الزهراء مباشرة من تفاحة الجنة صلب النبي الرحم خديجة
أما ما قبل صلب النبي ورحم خديجة لا أصلاب ولا شنو ولا أرحام بعكس غيرها، ولهذا تقدمت جنبتها الملكوتية اللي خلقت منها على جنبتها الملكية اللي حكمت كل البشر غيرها باستثناء آدم واستثناء عيسى. باعتبار آدم أيضاً ما مر بعالم الأصلاب ولا مر بعالم الأرحام، ولهذا القرآن هم من يجي بآدم يقول نفخت فيه من روحي، يعني قبل يجي الياء جنب بآدم الملكوتية، ولما يجي العيسى ابن مريم عليه السلام يقول فنفخنا فيها من روحنا، صحيح؟ فيتكلم رأساً عن جنبة عيسى شنو؟ الملكوتية. باعتبار هؤلاء ما صاروا لا بأرحام، ما صاروا بسلسلة أرحام مطهرة ولا بأصلاب شنو شامخة. والصديقة الزهراء سلام الله عليها من التفاحة لرسول الله لخديجة، أما سلسلة الأصلاب والأرحام كانت موجودة بها؟ جاوبني، ما كانت. تفاحة نبي خديجة مباشرة، هاي سلسلة الأصلاب الحكمتنا الزهراء ما مرت بها سلام الله عليها، ولهذا لما عرفت بالروايات الواردة في كتب الشيعة والسنة عرفت مباشرة شنو؟ حوراء إنسية. أما الذين مروا في سلسلة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة قل إنما أنا بشر مثلكم بهذه الجنبة لكن يوحى إلي أن إلي طرف بعالم الملكوت. ما أدري اتضح الفرق أو لم يتضح، ما أعرف وصلته ما وصلته ما أدري. صلوا على محمد وعلى محمد. ايش بيها دي؟ اللهم صل على محمد. ولهذا لما اتكلم عن اصطفاء قبل الخلق يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك وأشهد أن أبي وأني أرث أبي. قلت لكم فقه قلت ما يصير، شنو أرث أبي؟ قلت اصطفاء، اصطفاء كل خصائص أبوي كلها إلي، تقبلون؟ ما يقبلون، لا يقبلون الفقه ولا يقبلون الاصطفاء، شو تقبلون؟ وأشهد أن أبي عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتب له واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة. بابا أنتم متأخرين عن هذا الحكي، وين؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم خلق منه كل خير، ثم خلق منه شنو؟ كل خير. الطريف يا إخوان، هنا أكو قضية همجتني، قلت لكم اليوم ناوي ما اشبي اليوم. الطريف لقمان الله مدح لانه شنو عنده؟ لقمان الله مدح شنو كان عنده؟ اسالكم جاوبوني، الحكمه. فمقام الحكمه عادي يا كبير، ها كبير ايه. القرآن الكريم يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي شنو؟ خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي شنو؟ خيرا كثيرا. يؤت الحكمة، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه مو خيرا كثيرا، خلق منه كل خير. هاي الحكمة اللي القرآن يعبر عنها خيرا كثيرا تدخل بدائرة كل خير يوم ما تدخل. فأصلاً الحكمة مأخوذة من نوري يا جابر، مقامات الأنبياء من نوري يا جابر، مقامات الأوصياء من نوري يا جابر، كل خير مخلوق من نوري. الحكمة خيراً كثيراً. الطريف القرآن يعبر إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر كما قال المفسرون هو الخير الكثير. الزهراء عليه السلام، يعني فاطمة حكمة، حكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. إنا أعطيناك الكوثر فاطمة بدليل إن شانئك هو الأبتر، فالكوثر ذرية يعني بمقابلة الأبتر، زين، خيرا كثيرا الحكمة، وهنا الكوثر هو الخير الكثير، فمعنى فاطمة هي شنو؟ هي الحكمة.
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني الثقلين، يعني كتاب الله وشنو؟ وعترتي. هسه هذه بعد خذوها بين السطور، ما أدري، خذوها بين السطور. بعد عرفوا شنو معنى يعلمهم الكتاب والحكمة؟ الحكمة بأعلى درجاتها فاطمة وأولادها، الخير الكثير الكوثر، والكوثر والخير الكثير حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل غير. أنت بعد أربط، ما أعرف شلون تربطهن، اربطهن، أنا ما أعرف، أنت اربطهن شوف إيش تطلع بنتائج. ولهذا الله يخاطب أهل البيت في آية أخرى: أم يحسدون الناس على ما كذا فقد آتينا آل إبراهيم، أي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هسه آتيناهم الكتاب والحكمة، الحكمة خير كثير، فاطمة كوثر، الكوثر خير كثير، أعطيناه فاطمة، وفاطمة أعطتك 12 إمام أو 11 إمام باعتبار أمير المؤمنين أبوهم سلام الله عليه، والبقية كلهم أولاد الزهراء عليه السلام، ذرية الزهراء عليه السلام. هنا الزهراء تشير إلى وراثة الاصطفاء. بعد شوف تعيدها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. شوف. أقول عودا وبدعا، هي أكرر هاي الحكاية، قلت لك قاعدة كبيرة لزمتهم بها، خوفتهم بها. بعد مثلا: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، وثلاث آيات أربعة إلى آخره. بعد مثلا تقول الزهراء: هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود، فبين فيما وزع عليه من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن كم مورد كررت الزهراء؟ شنو الدليل الوراثة اصطفائية وفقهية؟ هسه الفقهية قلنا آيتها مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين واضحة. شنو الدليل أكو وراثة اصطفائية؟ مقامات، درجات، خصائص. باوعوني شوفوني بالله، شوفوا هاي الآية واستشهدت بها الزهراء بخطبتها. هاي قاعدة الميراث، بعد عندي أربع قواعد أكملها بكربلة بكرة على نفس القناة، على العقيلة نفس القناة، مجلسنا بثمانية بعد بكرة، العفو بعد بكرة، بكرة هنانة بعدها ثلاثة أيام كربلة إن شاء الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هسه هنا القرآن قاعد يتكلم عن أمر فقهي وعقدي ولائي. النبي أولى بالمؤمنين من النبي أولى بيك من نفسك، أولى بيك من نفسك. البارحة قلنا بشأنك الاجتماعي وبشأنك شنو الخاص. يعني النبي إذا قال لك طلق زوجتك شو يصير واجب عليك؟ طلقها. النبي أولى بيك من نفسك. النبي يقول لك ذب روحك من الجبل كون شنو؟ ما بيها. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم. فالقرآن هنا أنا قاعد يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن موضوع خطير كبير، ولاية رسول الله، سعة ولاية رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يتكلم عن ولاية النبي. طريفا من النبي لما خطبة الغدير قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فشنو؟ هاي وراثة اصطفائية لو مو وراثة اصطفائية؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم تقول الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى بشنو؟ أولى بشنو؟ بسعة ولاية رسول الله اللي كانت تتكلم عنها نفس الآية قبل شوية. صحيح يا لا؟ مو هو الموضوع هنا عن شنو؟ عن ولاية النبي بالمؤمنين مباشرة. شو تقول؟ تقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
أو لامنياً من المؤمنين والمهاجرين. فلما خلت المهاجرين أمام شنو؟ أمام المؤمنين، يعني المؤمنين منو يصيرون؟ يا أخي الأنصار. هسا الطريف تعبر عن الأنصار مؤمنين، أما المهاجرين سميهم مهاجرين، ما تعبر عنهم مؤمنين. وهذه هذه فد مسألة عجيبة واقعة، عجيبة واقعة. بس مع الأسف كما سأبين في قاعدة أخرى الزهراء لزمتهم بها، وهي قاعدة البيعة، راح تجي مرعبة مخيفة. الزهراء بالبيعة كلمت الأنصار، قالت أيهن بني قيلة واسف عليكم، بني قيلة الأنصار، ما كلمت في كلامها المهم، ما كلمت المهاجرين، كلمت الأنصار، قالت أيهن بني قيلة الأنصار أوس وخزرج، شوفوني. هسا الطريف القرآن هنا يقول مؤمنين ومهاجرين، قدام المهاجرين منو بالمدينة؟ الأنصار. ما بيها لو مهاجرين يو شنو؟ ما يسميهم أنصار، إذا مؤمنين يخليهم قبال مهاجرين، مهاجرين يسكت عنهم، يسميهم مهاجرين، لأن مصيبتهم كبيرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا تقول وأولو الأرحام بعضهم، ها أولى ببعض في كتاب الله. هاي الولاية أولو أرحام النبي أولى بها من المؤمنين والمهاجرين. بالله عليكم بعد، يعني أنا ما أدري والله الآية شلون توضح، وهي استشهدت بها الزهراء بخطبتها، وأنا صار اليوم هي أكرر الخطبة، هاي الزهراء بخطبتها زي بها الآية، قالت لهم بابا الله أعطى الولاية لأولي الأرحام وسلبها عن المهاجرين وسلبها عن المؤمنين. الله يقول بس هاي أولى بالمؤمن أنفسكم، تروح من بعد النبي لمن؟ لأولي الأرحام. وأشد أولي الأرحام قربا برسول الله منه؟ فاطمة، علي، حسن، حسين. فالولاية بالمؤمنين أنفسهم أولى تكون لمن؟ لنا دونكم. هاي آية صريحة، أعطتنا ورثتنا ولاية النبي عليكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أولو الأرحام أولى منكم. وبعد ايش تردون؟ وإحنا هاي وراثتنا من أبينا صلى الله عليه وآله، وهي وراثتنا الصفائية، وراثة ولاية، ولاية على الناس، ولاية، قيمومة، حكم، أمر ونهي، تتبعني. ولهذا أقول لك قاعدة الميراث مو سهلة يا إخوة. هاي الآية قاعدة تتكلم عن ولاية، وأخطر شيء ولاية، وعجنو شيء أكبر من الولاية. يا إخوان ما عرفنا الزهراء، ما عرفنا الزهراء يا إخوان، ما ندري ايش سوت الزهراء بعد شهادة النبي، ما تدرون ايش سوت الزهراء. أجيب لك آية أخرى، شوفني، شوف وراثة الاصطفائية. وورث سليمان داود. الزهراء استشهدت بهاي الآية وما استشهدت، ها؟ وهاي هم اصطفائية، واستشهدت أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتلك الوراثة شنو؟ الفقهية. استشهدت بآيات الجنبتين، هاي وهاي ولزمتهم بها. شوف، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما أدري علمنا منطق الطير، هاي مسألة فقهية ورثها داود السليمان، ورثها معرفة لغة الحيوانات والهيمنة على الحيوانات، على الطيور وعلى البهائم إلى آخره، هاي مسألة فقهية، هاي جابة على الفقه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق شنو؟ منطق الطير. هاي وراثة شنو؟ اصطفائية. وأكو وراثة فقهية. الجماعة قالوا نقبل بالاصطفائية، لما شافوا لوازمها أخطر من الفقهية قالوا اصطفائية هم ما نقبل بيها. خو الزهراء شو تورث؟ نعتوها من الثنين، شو تورث؟ ما ندري شو تورث، ما ندري، ما يدرون لليوم، ما يدرون، ما يدرون. واليوم القيامة هم ما راحوا يدرون، بس إن شاء الله أبو صالح يدريهم في يوم من الأيام، إن شاء الله، إن شاء الله المهدي يدريهم في يوم من الأيام.
لأن ما يرضى يدري بالحق وبالعلم وبالفكر لابد يجي يوم يرضى بالسيف. مو يولا؟ أفلطمن بالراحتين، سيد حيدر يقول أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. سيد حيدر الحلي رحمه الله، هذا الموتوع يقول أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. الريد لطم بالسيوف. سيد جعفر الحلي، هذا سيد حيدر، سيد جعفر يقول لم يفدنا لطمنا راحا براح، لا ولا ينفعنا طول النياح، إنما نلطم بالبيض الصفاح أوجها قد جدعت منا الأنوف. شو يقول سيد جعفر؟ اليوم يسولفوا لي عن أنا هاي الأمور السياسية قليلة أذكرها على المنبر، بس إذا إلها رب أنا أعتقد المنبر وقف لمحمد وآل محمد، ما ندخل بهاي الأمور، ما نريد ناخذ حصة آل البيت منبر الحسين. غلط الدخول بهاي الأمور بإسفاف، مو صحيح، يغير هوية منبر الحسين ويعرض منبر الحسين للخطر. لن نبدل منبرنا إلى قناة إعلامية إيش قال فلان ورجع فلتان، منبر أعظم من ذلك. بس إذا قضية ترتبط بالعقيدة أقولها. شيعة تازة يسولفوا لي بعض الإخوة المجاهدين اللي هم هناك، قالوا شيخنا لم نرى مثلهم شيعة في العراق، والسولفوا لي أعرفهم حق المعرفة، يعني ما يبالغون، ناس مؤمنين خيرين. قالوا ما شفنا شيعة كرام وأطياب وأهل عقيدة والتزام مثل شيعة تازة. ذولا من سقوط الصنم إلى اليوم الهاونات ما وقفت عليهم من إخوانهم الحواليهم، من إخوانهم مجاوريهم، هاونات إخوانهم ما توقفت عليهم من سقوط الصنم إلى اليوم. صار لهم 12 سنة الهاونات هم وهم ساكتين حتى ما يعوفون أرضهم، متحملين الضيم. لكن يظهر وصلت الأمور إلى درجة خطرة جدا. منطقة شيعية كاملة تازة، شيعية كاملة بنسبة 100% تضرب مواد كيميائية. هذه كارثة. أنا أتمنى لو هذا واقع عد الغير تش سوش حرق الأمة، ش أقام الدنيا، مجلس الأمن انعقد، الأمم المتحدة تعالوا، الشيعة يضربون كيمياوي، تعالوا خل أدب الشيعة. للأمة قامت وما قعدت، هاي الدول الحوالينا نزلت بالشوارع، مواد كيميائية يضربون. شيعة تعرضوا لمواد كيميائية، والآن سيارات الأبساي حكومتنا الميتة العفنة القذرة، حكومتنا النتنة، الأنتن من النتنة، هاي الحكومة تحكمنا ساكتة، الحكومة الجبانة الذليلة ساكتة ومطمطمة الخبر. سيارات الأسعاف تنقل بنساء العالم وأطفال العالم إلى بغداد كلها مصابة بمواد كيميائية وهي أخطر المواد، وفي العراق لا علاج لها لعلمكم، يعني يكون يركبوهم طائرات يودوهم للخارج. منطقة كاملة أصيبت بالكيميائي والكل ساكت، فضائيات الشيعة ساكتة، الشيعة ساكتين، الإعلاميين ساكتين، الدنيا كلها ساكتة. منطقة كاملة تضرب بمواد جرثومية، مواد كيميائية، أبنائها تقتل بطريقة بشعة، الكل ساكت، الكل ساكت، الكل جبان. ليش هذا الوضع؟ ليش هذا الوضع؟ وصلنا للمواد الكيميائية؟ معقول؟ أنعدونا عند مواد كيميائية وفي العراق؟ ويلزموهم ذول القتلين ينيموهم بالسجون أكل وشرب تقشف. الآن يأخذون من رواتب ذول المساكين يوكلون بيهم الإرهابيين بالسجون. المدرس قطعوا من راتبه، والمعلم قطعوا من راتبه، والما أدري هاي المنتسبين في كل الوزارات قطعوا من رواتبهم حتى يوكلون قتلة مجرمين، كل واحد قاتل 600 و500 و700، يخلوهم بالسجون 10 سنين و5 سنين و6 سنين وتالي يطلعوهم بدفتر ودفترين وثلاث دفاتر ويعطوهم لدولهم بعدين، ويوكلوهم 6 سنين رواتب هاي الناس. أنا ما أعرف إلى متى يعني. والله والله يعني مع أنه أنا قليل أتكلم بهاي الأمور، لكن من أتكلم أنفجر، أحمل، أصبر 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 بعدين يخلص الصبر. معقول؟ لا اسمعني خلينا نحكي. معقول وصلنا إلى هاي الدرجة البائسة؟ منطقة تضرب بمواد كيميائية والكل ساكت؟
الآن تنقل أبنائها ينقلون بشكل سري، وهي الدولة مكتمة على الموضوع، متعمدة مكتمة، مع أنها كان المفروض تقيم الدنيا ولا تقعدها على هذا الموضوع الخطير، تأخذهم سيارات نص الليل لبغداد حتى الإعلام ما يفضحهم. وين رايح الأمور إذا وصلنا للمواد الكيميائية؟ وين ماشي الأمور؟ شبابنا يردون يأخذون بشير اللي هي قريبة من تازة، ولو أنهم أخذوا بشير ما صار هذا اللي صار. الحكومة ترفض أن يدخلون بشير لأن أكو معادلات، خافوا فلان يزعل وفلتان يزعل، والنتيجة ناسنا تموت بالمواد الكيميائية حتى يرضى فلان وفلتان. كافي. المرجع الأعلى قبل فترة قال لكم الشعب إلى صبر، صبره راح ينفجر، إذا انفجر صبر الشعب ما حد يقف أمامه. قال لكم بوح صوتي وسكت الآن، قال لكم بعد ما أتكلم لأن أنتم مو أهل أن أكلمكم. قال لكم نفض صبري، قال لكم بوح صوتي، قال لكم الشعب راح ينفجر. كافي بعد. شبابنا بالحج الشعبي يقولون ساعتي أن نأخذ بشير، أشهر ما يخلونا ندخل، ساعتي أن نأخذها. أرواح الناس رخيصة عندكم حتى يرضى فلان وفلتان. لعنة الله على فلان وعلى فلتان. الرضا والما رضا أمام نسائنا وأطفالنا اللي تقتل بمواد جرثومية، مواد كيميائية، إلى متى؟ كفى يا حكومة الذل والعار، كفى. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذن القرآن هنا يتكلم عن وراثة شنو؟ اصطفائية. وهكذا آيات أخرى كثيرة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. وراثة كتاب مو وراثة فقهية. بس هنا أنا أكو كلام وهنا أنا أكو حكي هواي، خل أعوف أوراقي أنا، بس من آيات أشيل أوراقي، ماكو آيات أسولف براحتي، ما عندي أوراق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على محمد وعلى آله. شوفوا إخواني، لما أقول الزهراء ورثت المقامات، الزهراء ورثت علوم، الزهراء ورثت خصائص، هذه حكاية كبيرة في ثقافة السماء، هذه حكاية كبيرة في ثقافة السماء، مو سهلة، لأن لغة الفضائل في القرآن خلفها ما هاي. شلون قبل شوية قلت لكم الآداب بين أهل السماء وجبت بعض النماذج تدل على شنو؟ على درجة مقامات اصطفائية. حتى الآداب بين أهل السماء المتبادلة، كذلك لغة الفضائل في القرآن ولغة الفضائل في الرواية تدل على مقامات اصطفائية خطيرة. فمن أقول الزهراء ورثتها من أبيها، الحكي خوف خلف ما خلفه. يعني هسه الآن تكلمنا عن آية وراثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني تصوروها فضيلة أنه آل البيت أورثوا الكتاب، آل النبي الزهراء أورثت الكتاب، هاي تعتبروها مسألة سهلة أورثت الكتاب؟ يعني بس فضيلة وراثة الكتاب وبعد ماكو شيء وراها؟ لو لما نقول الزهراء ورثت الكتاب أكو أشياء وراها، راح تترتب لوازم عليها، راح تترتب آثار خطيرة عليها. شو تشوفون؟ أنا أقول لكم راح ترتب عليها آثار خطيرة، كلش هم كبيرة، كلش كبيرة. والآثار اللي راح تترتب عليها انشطارية انفجارية، تدخل في كل باب وتدخل تحت كذا عنوان. بس هذا يظهر الآن ما أقدر أبينه بعد، لأنه وقتي شارف على الانتهاء، ومصادري هم ما قرأت منهن، هاي إن شاء الله كلها باكر. إخواني ما أخفيكم سر، أقول لكم الواقع والصراحة، للآن ما دخلت بصلب الموضوع، صلب الموضوع الليلة هم ما أقدر تدخل به، بدليل أن مصادري ما فتحت ولا واحد منهم. فللآن صلب الموضوع الأساسي
في قضية الوراثة الاصطفائية هم ما دخلت بي وما يترتب عليه. بكرة مباشرة راح أدخل مباشرة إن شاء الله تعالى مباشرة راح أدخل الصلب الموضوع ونبين بعض الأمور الجديدة الدقيقة حتى تشوفون أهمية هاي القاعدة اللي الزهراء لزمت بيها أعدائها سلام الله عليها. الأعداء هم لما عرفوا خطورة ما تقوم به الزهراء ما تفعله الزهراء سلام الله عليها مثل ما قلت لكم البارحة عاجلوها بالقتل، شافوا هاي وجودها خطر، هذه قام تلزمهم بأمور ما لهم منها مخرج، منين ما يجيبوها ما يقدرون يخرجون أبدا أبدا ما لهم. أحكمت عليهم الخناق سلام الله عليها، ضيقت عليهم الخناق، ولهذا شافوا ما إلها غير تصفى، ولهذا منعوها حتى من البكاء حتى يقضون عليها، قتلوها بسرعة ما تبقى يخنقوها، منعوها حتى من البكاء سلام الله عليها، منعوها من كل شيء. أنت شايف ابنية يموت أبوها ممنوع تبكي عليها؟ بعمرك بالتاريخ سامع صايرة عند اليهود عند النصارى عند المجوس عند الكفرة عند الملحدين صايرة ابنية يموت أبوها ممنوع تبكين عليه، يكسرون ضلعها يسقطون جنينها، مئة قانون خلوا عليها حتى ينهوها سلام الله عليها. بالليل كانت تطلع وهي مريضة وهي عليلة، كانت تطلع 40 ليلة تطلع ويا أمير المؤمنين بالليل تدعو المهاجرين وتدعو الأنصار، دق بيوت الأنصار بيتا بيتا تدعوهم للجهاد للقتال ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه، تدعوهم للقتال وما حد كان يستجيب. لما تتعب وترجع بطريقها تمر على قبر النبي تقول له أبا الحسن أريد أبكي يا أبويا دقيقتين ثلاث، يقولها أنت من الصبح لهسه تبكين ما شبعت من البكي فاطمة وراح تموتين فاطمة، شوف إيش صاير بيش فاطمة. تقول له مو مريت على قبر أبوه يكون أبكي شوية يمه، يوصلها يم قبر أبوها تقعد يم قبر أبوها شوية، تخلي إيدها على قبر أبوها تقول له ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان خواليا، صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، قل للمغيب تحت أطباق الذرى لو كنت تعنى وكنت تسمح صرختي ولدايا. أبويا بعد شو تقول له؟ تقول له قومك يا يابا ما رعوني وخلاف عينك لوعوني يا ويلي، قومك يا يابا قومك يا يابا ما رحاني وخلاف عينك لوحوني لوحوني خذوا نحنتي وبجوا عيوني، بويا بجوا عيوني وبرا المدينة طلعوني. يا وصفة يا وصفة بويا برا المدينة طلعوني، بويا كنت تبوس ايدي يا رسول الله تشمني بنحري يا رسول الله تقعدني بمكانك وتقعد قبالي يا رسول الله، فداك يا ابوك يا ام ابي يا بضعة مني يا رسول الله، تدري من بعدك شنو اللي صار يا ابويا قمت ادق الباب يا باب بل كان ينتفض لحقوق يطلع. هذا صار بي بعدك يا ابويا قمت ادق الباب يا باب بل كان ينتفض لحقوق يطلع. تصافوا بينهم واصبحوا أحباب، بويا تصافوا بينهم واصبحوا أحباب، بس أنا وعلي طلعين أجناب يا وصفة، بويا بس أنا وعلي طلعين أجناب شو تقول له؟ تقول له بس غاب شخصك يا ولينا حلقت رواية الشر علينا، بويا اجاني الصهاتي وشياطينه ويا
هم حطبهم شايلين أنا ليه طلعت ولا وحزينة قلت ليش عندك جاي لي أنا يا بش عندك جاي لي أنا وكل يوم قلبي مروعينة وايد تكسر القلب هاي الحكاية يا بكل يوم قلبي مروعينة بويا من شافني المشرك دينا ردني وسطر خدي بيمينا بويا 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 ردني وسطر خدي بيمينا 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 فاطمة جاوان علي ليش سكت علي تقول له الزهراء سلام الله عليها الأمير المؤمنين تقول له يا حامل حمى يا داحي الباب ويا جدال ابن وديوم الأحزاب والله دون النبي تتلقى الحراب وتوقف شبيح الرم النشاب والزهرة تسمع منها الاعتاب ترضى يا حيدر شنو الأسباب يا بي الأسباب 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 علي لاذت وعصروغ ورا الباب يا بلاذت وعصروغ ورا الباب كسرة وضلحة ومحزن مصاب يا بكسرة وضلعة كسرة وضلعة ومحزن مصاب يا ويل خل اقرا لك بيت الدعاء خل اقرا لك بيت الدعاء بعد شو تقول بعد شو تقول الشاعر يقول للزهراء يقول اذا كان الزكية تلوذ بالباب حتى لا تصد عيوني لجنا بكره اقرا لك مصرع الزهراء كامل بكره دمعه بكره انزل وياكم ونقرا المصرع كامل الليله الوقت اخذني بكره اخلي حصه نص ساعه للرثاء ليله شهاده الزهراء اخلي نص ساعه نقرا بيه المقتل كامل ان شاء الله اذا كان الزكيه تلوذ بالباب حتى لا تصد عيون الاجناب زينب لا تدخل الاطناب والله الى طناب واذا جان الزجيه تصيح يا ياب زينب من تصيح بصوت تنصاب